السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وإخواني، وأهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا درس جديد، وهو أغنية الفنان المبدع مهند محسن، وهي محتاج أطير بالهوى أوصل على بلادي، وهي من مقام العجم. معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، أشرب بكم. طبعا هي مقام العجم، وبيها في دخول بعض الأبيات راح يدخل يذهب إلى الحجاز ومن ثم يرجع إلى العجم، لكن احنا راح ناخذ فقط المقدمة حتى نقدر نكملها بالنسبة للمبتدئين. فراح تصير عندنا محتاج اطير. اوكي مي
أتمنى أنه فدناكم بهذا المواضيع. المطلوب من عندكم اخواني الاعزاء انه في قضيه تعلم الاغنيه لازم تخلي في بالك انه تبطئ هذا الفيديو على كيفك حتى تقدر تعرف شنو المعنى وشون سويت الاغنيه حقيقه وشون حولت بين العجم وحولت ذهبت ثم الحجاز. يعني هي اغنيه على من مقام العجم وانا خذيتها على طبقه الدو طبعا حقيقه وممكن تاخذها على الفا وممكن تاخذها. فاتمنى انه استمتعتوا بهذا الدرس. تحياتي لكم واتمنى انه لا تنسوا اللايك والاشتراك واشتراك بالقناه اللي بها دروس كثيره وحقيقه سجلت مجموعه من الفيديوهات اللي هي راح تفيدكم. موجوده دورات اونلاين مباشره وياي وموجودة اشتراك حضوري في مول بابلون وموجود ذهاب الى بيت الطالب حتى نقدر ندرس عود او غناء عربي. تحياتي لكم. لا تنسون لايك واشتراك ورقم الهاتف موجود اسفل الفيديو. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.